طبعا حتى الحين يعني نجيب لي صوت هوي من النت عادي. معك رقم. بنشتغل منحوتات تذكارية من خامة الجبس، طبعا كخامة متعارف عليها انها خامة لاستخدامات اخرى، لكن احنا حولناها لخامة متطوعة فنيا لننتج فيها تذكارات ومنحوتات تعبر عن كل اهدافنا كأهداف مشغل اللي هو ترسيخ القيم الوطنية. طبعا لما نتكلم عن ادوات النحت في المشغل، ادوات النحت جميعها مبتكرة، بمعنى انه فيش لخامة النحت على الجبس، فيش اشي اسمه ادوات نحت على الجبس، لا، في اشي احنا بنطوعه من خلال مثلا فرشاة الاسنان، ممكن تدخل في شغلنا، بتدخل في شغلنا اللي هو سن البكار الهندسي، بتدخل في شغلنا السلك الحديدي، ببلش الشغل بمراحله، مرحلة صب البلاطة، تمام، البلاطة اللي هي هذه بنكون عاملينها عشان ننفذ فيها أي عمل. بنبلش نشتغل على الأرض، طبعا على الأرض بنفرغ الفكرة هذه أو التصميم على لوح الجبس وبنبلش ننحت. بكون نحت بعد هيك تفنيش لون، طبعا بدخل مراحل اللون، طبقة أول، طبقة تانية، أبراز، ظل. الهدف الأساسي من أول ما اشتغلنا أنه إحنا فلسطينيين ولاجئين وعايشين في مخيم، تمام، اضربهم مع بعض هيك حتطلع فنان حامل رسالة بالطبيعي. فكانت الفكرة ان كل منتجاتنا لازم بالدرجة الاولى تحمل القضايا الاساسية ان كفلسطينيين. فكان بهمنا كتير نبرز مدينة القدس لانها المحور الاساسي لكل اشي في حياتنا، تمام، بهمنا كتير انه نبرز الشعراء اللي تكلموا عن فلسطين. كتير جت فرص ان نطلع الشغل برا، لكن للأسف في منع من الاحتلال للمنتج كمنتج نهائي انه يطلع من غزة. قد مات وبعضنا ما زال حي ولكن معظمنا لم يولد بعد. هذا بعد ليس هناك انت شفت